يقول في بلدنا فرض علينا نظام الاختلاط للبنين والبنات في المدارس الأساسية مما أدى إلى نزع الحياء والستر لدى البنات نتيجة لكثرة الاختلاط بالأولاد، بالإضافة ناهيك عن المشاكل الأخرى من التحرش الجنسي والاغتصاب، هل من أمر بهذا القانون ينطبق عليه الأمر بالمنكر؟ وهل نمنع بناتنا من الدراسة في هذه المدارس؟ لا شك أن هذا العمل منكر، العمل الاختلاط وأسباب الفتنة بين الذكور والإناث هذا منكر عظيم، ومن أمر به فهو آمر بالمنكر مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. أما أنتم اعزلوا بناتكم عن هذه المدارس، درسوا